عودي معكم للمتابعة. طبعا أحب معا بلغوز أحياء ثلاث أغاني رمضانية من أرشيف جمعية هدير، تم التعاون مع موقع فانوسي، والنتيجة كانت هالعمل الجميل بمعانيه وبدعوته لفهم معاني الشهر الفضيل. موقع إلكتروني رمضاني للناشئة بيقدم التثقيف والترفيه، فانوسي هو www.fanusi.com، من أجل تعريف الأطفال بالأخلاق الحميدة وبتقوية الشخصية من خلال الأغاني المصورة والأنشطة الثقافية والمهرجانات الهادفة. فقراته بتتنوع بين تعلم الصلاة، الصيام، المطبخ، غيره وغيره. طبعا الأشغال اليدوية، الأغاني المصورة والمسابقات. رح نحكي أكثر مع ضيوفنا ويخبرونا عن نشاطات فانوسي وعن الاغاني الجديده يلي تم تجديدها. اهلا وسهلا بمحمد عطار مدير انتاج جمعيه فانوسي، ومحمد شهاب مخرج بفانوسي. اول شيء خلينا هيك انا عرفت بشكل سريع، خلينا نبلش معك عطار، شو هو فانوسي؟ كيف بلش وايمتى؟ قد ايه عمره يعني صار الويب سايت؟ فانوسي هو بلش كويب سايت بعام 2012، الهدف منه كما قلت ترفيه الهدف. الانترنت محل كتير كبير، الولد لما يفوت معقول يضغط على حياة يلا لينك وما يستوعب اللي عم بيشوفه. نعمل فانوسي كمان نحمي الولد من الأشياء الغلط الموجودة على الانترنت، وحتى الأهل يكونوا مرتاحين انه ابنه فاتح ويب سايت بيقدر يتعلم منه وبيقدم له العديد من النصايح وعديد من يعني التعليم الأشياء اللي معقول تفيده بحياته. وعلى كذا فترة طورنا، صرنا نعمل مثلا سبانة رمضان، وأكيد في البريد اللي قبله، ونعمل إيفانت على مولد الرسول. نعم. طب كيف بتشدوا شهاب، كيف بتشدوا الطفل اللي عندكم على فانوسي؟ يعني هل في موجود شيء بداخله أنه أنا في يفتح غير فانوسي مثلا، ولا عندك فانوسي عنده أوكي. في الموقع من عمل بطريقة كتير حلوة وعاصرة، هدفنا انه نكون دائما مواكبين للاشياء الجديده. الويب سايت دائما ابديتد، دائما بقلبوا اشياء جديده، وكل ما نعمل اي عمل او اي شيء بنعلن عنه على صفحتنا على الفيسبوك، سو بيقدر يفتحوا يا فيسبوك يا انستغرام يا الويب سايت، بس تقتصر الشغل على الويب سايت. في من خلاله بيفوتوا، بس في يعني بيفوتوا بس انه في رقابه، في النوعيه عم تتقدم تختلف عن النوعيه اللي بيشوفوها بغير مطارح. يعني هون عم تقول انه حتى ما يفوتوا لتحمون من المخاطر اللي عم بيتعرضوا لها بالانترنت. نعم. هو بنقدم اشياء اكيد يعني مناسبه لعمر الطفل، ملائمه لعمره، وبطريقة نقدر نشده فيها من خلال الأغاني. مثلا بيفوت بيسمع غنية، مش أنه مثلا بتخلص، لا، في عديد من الأشياء التانية بيقدموا له إياها. نعم. طب فانوسي هي من عمر لعمر قد إيه يعني الأكثر شيء بيفتحوا فانوسي أو بيتعاملوا مع الويب سايت؟ نحن عمرنا من 6 ل 12 سنة، هو اللي بيكون العمر اللي بعده عم بيكبر واللي بعده عم بيتعلم. نعم. وعنده حب الاكتشاف، فنحن مقدمين له شيء يقدر يستعمله. نعم. ويقدر يتعلم. نعم. حضرتك اشتغلت على اخراج الاغاني الجديده، الاغاني القديمه اللي جددتها. صحيح. كيف تم الشغل والتعاون معك؟ نحن هاي السنه بفانوسي بالكليبات عملنا مدلي عدد 2. هول المدليات اللي صارت انه كل يعني احنا بعمرنا ما كنا صغار، كنا نحضر على الفيوتشر من زمان، من 15 سنه عم بحكيك. اغاني كانت تطلع قبل الافطار وبعد الافطار، معروفه كثير، مثل توتي توتي، رمضان السنه دي، وغيرهم كثير. صحيح. فنحن ربينا عليهم هول الاغاني، فهلا وحتى كمان معن الشاب اللي غنى المدلي الجديده، معن اكيد كل اللي بيعرفوا اللي عمل اغنيه هلا بالخميس. فكمان هو لما انعرضت عليه الفكره كان هو اوريدي هو الاغاني كان يغنيهم هو صغير وحافظهم وهيك. فاللي صار نحن جينا جددنا التوزيع لهول الاغاني، وعملنا 2 مدلي، واحدة من 3 اغاني وواحدة من 4 اغاني. هول اللي صورناهم مع معن هن 3 اغاني اللي هن رمضان السنه دي ورمضان اهو وتوتي توتي. الحلو بهالاشياء انه نحن اللي حيحضر هالكليبات حيشوف انه كل شيء مستخدم بقلب هالكليب هو يعني كان موجود من قبل، يعني طالع او من زمان. يعني حتى الطرابيش او حتى الثياب اللي كانت موجوده، الاكسسوارات كلها اللي استخدمت بالديكور هي كلها اشياء كانت تطلع بالكليبات من قبل. فنحن عملنا لينك بين قبل وبين هلا، بالاضافه انه جددنا قلت لك التوزيع وهيك عدلنا شوي على اللحن لحتى يتناسب انه مع السن اللي احنا فيها يعني هلا. ورحنا على صوت شاب يعني كمان، لحتى كمان يعني العمر انه كمان الناس اللي كانت قبل اللي كانت تسمعهم هي صغيره هلا كبرت، فحبينا انه كمان يسمعوهم بصوت شاب بهالوقت. شو اللي تجدد فيها؟
كل شيء تجدد، قلت لك اللحن تجدد، نعم. شو اسمه التوزيع الات تجدد لحتى يناسب هالعصر اللي احنا فيه هلا، صار اكثر انه شباب لكن ما بقوله، نعم. صوت الفنان من صوت طفل اطفال كانوا يغنوا، نعم. لصوت الفنان معن برغوت، اضافه للكليب كيف طورنا الكليب والتصوير يعني بتعرف بين قبل وبين هلا، بس مثل ما قلت لك يعني خلينا الروح القديمه موجوده من، نعم. خلال الاكسسوارات اللي استخدمناها كلياتها ضمن هالكليب. الفيجوالز اللي بنشوفهم كمان اكيد طبعا تصوروا جديد، صحيح 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 صحيح، نعم. والفنان بيظهر بالكليب كمان، بيظهر بالكليب صحيح، نعم. بس نحن عملنا هون رابط، رحنا على موضوع الريل وكاميرات السينما القديمه اللي هو مثلا بيكون عم بيشوف افلام الريل، نعم. وبيرجع فيها بالارشيف لورا، بيفتح قدامه ستار قدام السينما يعني بالسينما ليشوف شويه اغاني قديمه من هاي اللي كان يشوفها، وربطنا وعملنا لينك بينات حتى بالليبسينج وحتى من قلت لك اكسسوارات، يعني بشكل عام هيك، نعم. كانت لبنى. نحن رح نرجع لحديثنا بس خلينا نشوف الكليب سوا، يلا يلا. جاني يسألني ويقول لي فهمني، لو حد فيكو يكلمني عن الشهر ياهو، قلت له استنى اتخيل الجنة، احنا ما صدقنا جالنا رمضان اهو، احلى هدية رمضان اهو للعالم وليا رمضان اهو. رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان 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 السنة دي، رمضان 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 السنة دي، فرض فيه الصيام أنزل فيه القرآن، تفتح فيه الجنان يحصل الغفران، فرض فيه الصيام أنزل فيه القرآن، تفتح فيه الجنان يحصل الغفران، رمضان 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 السنة دي، مرة كل سنة بيطل عالدنيا رمضان بهل، مرة كل سنة بيطل عالدنيا رمضان بهل، يا ناس لا تنسوا الناس ما الرحمة هي الأساس، يا ناس لا تنسوا الناس ما الرحمة هي الأساس، يا رب تخلي آياتك بالقلب منحوتي توتي توتي. هيدا فازا هاي الاغنيه وفي مدلة كمان كنت عم بتقول، صحيح. نحن هولي هن سبع اغاني هن، نعم. تقسموا لثلاث اغاني اللي شفناهم مع معن برغوت، نعم. وفي اربع اغاني كمان عملوا مدلة تصوروا مع الفنان احمد المغيني بمصر، هذا الكليب بتصور بمصر من قبل رمضان باسبوع، نعم. وهلا حينزل اليوم مبدئيا ان شاء الله بعد الافطار، يعني حينزل الكليب هذا الجديد الاربعه تصور بمصر، نعم. مع فرقه التنوره، بنشوفه نحن اكسكلوزيف بس على فانوس فانوسي، صحيح صحيح، ما بنشوفه ولا على محطه ثانيه ولا نعطوه للاذاعه، صحيح. بس نعطى للفيوتشر هذا الكليب، هذا الكليب عطى للفيوتشر عم نشوفه. اذا بدنا نحكي معك عطار عن شو يعني شو نشاطات شهر رمضان لفانوسي ووين واي متى؟ نحن هالسنه كان عندنا كذا شغله على انه ببالنا، عملنا ثلاث اغاني منهم الغنيتين اللي قال لك عنهم استاذ محمد، ومنهم غنيه بعد نزلناها من شي ثلاث ايام اربع ايام على فيسبوك، نعم. من يومين سوينا افطار بالبقاع بمخيم الرحمن للاجئين السوريين، طعمنا افطرنا ويقار 135 عائله، ولعبنا ووزعنا حلو على تقريبا 300 طفل مع هدايا، نعم. في عنا ب 9 و10 الشهر مثل هيك سمول ايفنت بابي سيفردا، نعم. فيها كرافتس بيقدر الولد يجي يتسلى وما له هناك. طيب هو تمويلكم بصير من خلال نشاطاتكم اللي بتعملوها ولا كيف؟ التمويل من خلال نشاطات امرار وكذا فعل خير، كذا كذا فعل خير، هذا بدنا نوصله. بتشتغلوا على مدار السنه ولا بس خلال الشهر؟ نحن عادتنا كنا نعمل بس فقط مثلا سبانه رمضان بريد المولد، نعم. هالسنه زدنا غيرنا هالشيء وعملنا يوم اللغه العربيه بيجي ب 18 كانون الاول، عملنا ايفنت، نعم. نعم. وبلس فوق كل هيدا عندنا عده مسابقات، في مسابقه فانوسي، مسابقه رمضان على موقع فانوسي،
تقريبا 30 سؤال ديني، اكيد الجائزه الاولى ب 300 دولار، الجائزه الثانيه 150 دولار، وفي 20 جائزه طردي ب 100 دولار و 50 دولار. نعم. وفي بعد مسابقه بدنا نطلقها تصوير حد فانوس رمضان الموجود بأبي سيفردا. نعم، هو طبعا هذا كله تحفيز وتشجيع للاطفال لانه يشاركوا بهيك مسابقات ويقربوا اكثر من القرآن الكريم. انا بس تعقيبا على قصه اللي سالت عن موضوع التمويل وكذا، بدي اقول لك شغلي انه نحن الكليب اللي تصور هون هيدا 70% منه هو متطوعين. نعم. فهذا الشيء الحلو انه في ناس عندها انتماء لفانوسي ومنهم انا كمان كنت متطوع بهالكليب، فهذا الشيء الحلو. فانا عشان هيك بدي اوجه لهم تحيه كثير انه عن جد تعبوا كثير من الساعه 2 الظهر اول يوم رمضان تصور هالكليب. فالكل ترك عائلته وترك بيته باول يوم رمضان، ومن الساعه 2 الظهر لمشينا لوصلنا للساعه 2 بالليل خلصنا اول هذا. فشكرا كثير لهم المتطوعين اكيد. حتى عم بتقول في شيء تصور بمصر يعني في كمان قبل اسبوعين صور كليب بمصر اللي حينزل اليوم اكيد. كنت سافرت على مصر وصورناه هنيك واليوم حينزل هيدا. واكيد ما بدي انسى وجه تحيه للاستاذ مروان فرعوني اللي هو المسؤول عن فانوسي، يعني هو تعب كمان كثير يعني كل سنه الله يعطيه العافيه. ما عم بقصر. انت محمد شو بتشتغل شيء برات فانوسي؟ يعني صحيح انا 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 مخرج يعني بشركه انتاج لكذا شانل ولكذا بروجرام. نعم. ومنهم فانوسي. برافو يعني هذا كمان عم تقول يعني تطوعت لعملت هذا العمل. نحن مشكور لانك عم تساهم مع الاطفال انهم يشوفوا لازم يشوفوه ويسمعوا لازم يسمعوا كمان، وعم ترجع تجدد اغاني حفرت وخصوصا شيء عشنا فينا وصغار. فانا تصور انه انا كنت احضرها اخر شيء لقيت حالي صرت المخرج لهول الاشياء اللي كنت احضرها وصغير. فهي شغله حلوه كمان انك ترجع تتذكر. نعم. وتشوف كيف بدك تشوف كيف تخلق شيء تعمل هاللينك الرابط اللي قلت لك لحتى العالم كله يعني نضلنا احنا عايشين وهالجو. اكيد. برافو محمد. في شيء لبعد رمضان هلا عم تحضروا له ولا بس هلا عم تفكروا بهذا الشهر؟ يعني ممكن بعد رمضان بفانوسي نتابع مع الاطفال بامور نشجعهم يضلوا انه عم يفتحوا هالويب سايت وعم يشوفوا شو في بقلبه. نحن تركيزنا هلا موصل على رمضان. نعم. هو هذا اكثر شهر واكيد دائما بنطلع لقدام، يعني اذا اذا بنقدر اكيد نحن يعني دائما مستعد نقدم قد ما فينا كرمال. يعني هون بيرجع يلا محمد لازم نشجعك انه لا تعمل اكيد اكيد. امبارح سهرنا الساعه 1 بالليل صار لنا 3 ايام نخلص الجرافيكس كليب الجديد، فما في مشكله. فنحن مبسوطين بخصوص انه عم نشوف انه في نتيجه حلوه من الكومنتس اللي عم تجي، فهذا كثير شيء بيسعدنا اكيد. بدي اشكركم شباب، جود لك لفانوسي، جود لك لنشاطاتكم، جود لك لحياتكم كمان العمليه يعني طبعا تانية. واهم شيء يعني هي حياه التطوع هي حياه حلوه كثير. الشخص يمكن هو متطوع بينبسط بعد اكثر من العمل اللي عم بيقدمه لمين عم بيقدمه، هو من جوا بحس بسلام داخلي وبتواصل سليم مع الاخر خلال هالشهر. بتمنى الكل يمكن يفكر بهالطريقه هيدي ويتطوع ليمد يد العون لحدا بحاجه له، لانه مش غلط نفكر بخينا الانسان لانه نحن كلنا اخوه بالانسانيه. بريك ونرجع، خليكم معنا نكمل عالم صباح مستمرين الوحده بتوقيت بيروت. نقرا احنا وياكم بعض الكومنتس يلي بعتوها عن الصبر لانتظار النجاحات والخطوات المستقبليه بالحياه. قديش عندكم اياها وقديش خبرتكم مع هذا الموضوع؟